معاك الاطفال بالمستشفى فاطمه بورقيبه بالمنستير، عندنا طفل اخر مشى مع المرضى يجيه في كل وقت اتو ماما واحنا نقوموا بالتحاليل وصايرين، عندنا طفل اخر عمره 13 سنه في قسم نرو بيدياتريك بتفاقس، والبارح بعثنا وليد عمره عامين وثمانية شهور بعثناه للمستشفى الاطفال بباس عدوم بتونس. لقاو عندنا زوج حالات، حاله توفت البارح كان عمره 62 سنه، ولكن الحاله الاخيره شاب عمره 33 سنه، هو اللي لازمنا نعملوا له لي ار ام وعملنا له بي سي ار، معناتها ذاك لقينا عنده مننجو انسفاليت، ولكن احنا بعثنا التحاليل احنا المرجع نتاعنا وزاره الصحه. شنو هو سبب الوفاه قلت لي؟ لا هما الاسباب احنا عملنا لي زناليز. نحكي على الشاب اللي توفى. لا عمره 62 سنه كاهل. جاب وصل للوبيتال في حاله غيبوبه، عملنا التحاليل بعثناهم لمعهد باستير، نحن الى حد هذه الساعه وهذه الدقيقه لا يوجد لدينا اي سبب، على خاطر من المره الاولى حكاوا على حمى غرب النيل وبعدين تعريف كذبتوا على حمى غرب النيل، هبطوا تكذيب تكذيب، وهذا احنا فرق حفظ الصحه قبل بالزيارات. وحاجه اخرى هي ان التنقل يكون عن طريق بعوضه او ترانسفيزيون سنجين، نقل الدم اول الجراف. احنا المستشفيات ما فيهم حرس كامل وفيهم وقايه كامله، ما لازموش نعمل مع الناس الجراف، ترانسفيزيون سنجين ما وقعتش. والحاجه الاخرى هي معتمديه الدجاج يهمها الامر في مناطق بتباعد على بعض الزاويه العرب بالدجاج الحامه. خرجوا فرق الصحه هي حاجه هذه الناموس النمر اللي هي تعيش في اماكن بعض مع موجه الطيور المهاجره اللي تتوفى، والعدوى تكون كوش ناموسه قرصه تكون تعيش ناموس تعوس تعيش في المياه الراقده ولا الاوساخ. احنا خرجنا عملنا الاحصائيات نتاعنا، خرجت فرق الصحه كامله وحفظ الصحه، شفنا عينا الاماكن قرب الاماكن هي ما فيهاش عدوى كما يحكيوا، ودي بيرسون اين بيرسون ويلزم نرجعوا للكمامات ويلزم نرجعوا معناتها سيدينا بورتوكوا. معناها الوضع تحت السيطره، لا حمى غرب النيل لا بعوض النمر ولا التهاب سحايا، هذا اللي نجم نقولوه دكتور. التهاب السحايا موجوده حاله. ممكن 100 ريال. اما هي تعريف هي اسمها التهاب السحايا. هو 60 انفلاماسيون معناتها التهاب يتنقل بطريقة بكتيري ولا فيروس يمشي في الأموال البينير معناتها فهمت معناتها هذه تقارير. أما أنا حالة وحيدة معناتها عندنا حالة وحيدة كونفيرمي بار لي ار ام معناتها عملنا لي ار ام وبعثتوا تحاليل جات الريزلت النتائج ولا لا؟ النتائج في معهد تصير واحنا في اتصال متواصل مع الدكتورة العظيمة انصار بن عليا والدكتورة سهى بوقطة من المرصد، لا يوجد لدينا اي تحليل. الحمد لله الحمد لله شكرا. الجوبعه في فنجان احنا نحترم الناس، تم القانون يا اخو مجراه الممثل ترفعوا قضيه معناتها في الموضوع بالناس اللي تروج في الاشاعات. أكيد واضح. شكرا دكتور صبري ياسين صبري المدير الجاوي للصحة بتوزر، شكرا لكل الفريق. نعتذر من السيد شفيق العيادي اللي كنا مبرمجين معاه باش نحكيو على وصول باخرة السياحية لصفاقس أيام قليلة، لكن البخارة مازالوا يفرغوا فيها في ميناء صفاقس. الموضوع هذا نوعدكم نهار الاثنين إن شاء الله يكون على عيون نحكيو فيه بأكثر تفاصيل مع شفيق العيادي. شكرا لكل الفريق، ليلتكم زينة.